صحابتي غزالات كديرين لاباس عليكم؟ كلشي مزيان، كلشي هو هذاك. توحشتكم بزاف بزاف بزاف، واش راكم مبروكه؟ دخل عليكم بالصحه والعافيه وطول العمر واي حاجه كتمناو والله يسهل عليكم والله يفرحكم. شكرا بزاف للميساج ديالكم، شكرا بزاف للتعليق ديالكم، بغيت والله يسهل عليكم والله يفرحكم. عجبكم بزاف فيديو ديال ستوري تايم، قلت يا رجوه حسينا بك ديك الطفله الصغيره ديك البريئه. شكرا شكرا، بغيت مجاني بزاف هذا الميساج. لا ميساج بحال هكا. المهم اليوم ما شاء الله خصني ندير التجهيزات ديال العيد، ناط دواش دواش تريم، فطارت وداكشي وصافي. المهم بارطاجي معكم الفطور باش نشجعكم وعاد نرجعوا. بدات الكريشه ديالي الحمد لله، غادي نهز معايا دوينين هكا وشي بيمون باش هكا لا جاني الجوع ولا شي حاجه. وشنو اخر؟ صافي انا غنوريكم الفيديو ديالي شنو لبست الريم، ديك اللبسه الواعره ديال الغالف لوغان شي لعبه بحال هكا. فراسكم لقيتها ب 1100 درهم قسما بالله، ختابت عما غير ديالي انا كروات قلبت عليها في الزيت. المهم غادي ندير البنات هذا ديال بلايا، ثاني مره غادي نديرو هذا. جو بونس ما كيرطب الشعر لا والو، جو بونس يحمي من الحراره، ما عرفتش واش تيرطب ولا ما عرفتش، نتوما قولوا لي واش مجربينه. قالت لي واحد البنت هضره دايره عندنا غير واحد اورو ولا شي حاجه، راكم عارفين البنات ضروري في المغرب غادي يزيدوا الديوانه وداكشي كامل. كاين اللي كيزيد بزاف وكاين اللي كيزيد شويه. غادي نديرو شعري نشف، خليتو نشف غير هو. جيت نصايب شعري سامبل فيري اوب، في ريحه زوينه هذا باش عجبني تيدير. هو قاصح هاد العيبه جات فيا، يمكن انا جات فيا قاصحه. كيدير على كاع الشعر فهمتو، ماشي بحال هذاك اللي كان عندي في ابروشي. بصح حسو الشعر رطب ولا انا حيت دايره الماسك. ملي البنات باش نقطع شعري كاري، حيت فغيمون هاد التحتاني هذا كله داير بحال لاستيك، مكدبش عليكم شعري قوي وكلشي وكيخرج لامع. تندير لاكام ديال بياضي وكون مكانش كور شعري حلف كتر من هكا، مي هداك التحتاني عندي بحال لاستيك يعني محروق. ندهن هكا صافي. بغيت ندي معايا ريم ولكن البنات خفت نكرفص حيت غادي نصايب بيرمان وداكشي، فريمون خفت نكرفص وداكشي. وصافي البنات هادشي اللي كاين بالسلاح ويجاتها، وغادي نديها نحطها عند بنت خالتي. خالتي تعتبرها بحال بنتها وتتهلا في الوليدات الصغار، هذا مكان اختي. هادشي اللي كاين بستها وفركستها وداكشي، كنت بغيت نديها الصالون كما قلت لكم ديك المره، ولكن البنات غادي نصايب الفرمقه بحال دابا هي نديها في الماكسيكوزي ديالها ونجلسها ولا نجلسها في الفوتاي وداكشي. ولكن البنات نخافها هكا تنوض تبكي والبنت تكون تخدم ليا ونوض فهمتي، عمل كنت ندير بيديكور ولا المهم شي حاجه هكا اللي ما غاديش تحتاج يديا ماشي مشكل، ولكن تكون وحده اخرى شاده النوبه وانا فهمت دابا مع العواشر كتكون الدنيا عامره ونبقى نصايب الفاري ونوض عند بنتي. اما زعما رداتها وداكشي راه تنعس، ولكن راه ضروري غتنوض شي لقطه واش فهمت. واخا انا زعما دايره الحليب ديالي وداكشي في لي بيبغون، ولكن المهم 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 الاحسن نخليها عند بنت خالتي في امان الله وحفظه، ونقضي انا شغلي ونرجع لبنيتي ماشي مشكل. وصافي كبدا ديالي هادشي اللي كاين كنت غنخليها مع اختي، وقالت لي بنت خالتي جيبيها ليا. وصافي دابا غادي نمشيو البنات وغنوريكم اشنو لابسه ريم. ولبست كبدا ديالي هاد اللبسه هادي، عرفتوا جات كتحمق الناس اللي شافوا المشتريات ديال الجوطيه، راه هادي كنت خديتها من الجوطيه كبدا ديالي ديال غالف لوغين. مابغاش كاع تحط لي التسميه فريمون البنات، راه مايمكنش باقا جديده جديده كبدا ديالي. ما ديش هادشي التشاكيكه ما خرجش ما ضربني الريح. المهم دابا غادي ندي ريم عند بنت خالتي وصافي. كليت فطرت مزيان وكليت اش كيقولوا ليه، كليت بريك وداكشي، حتى كنت خارجه حيت فطرت قبيله شويه. وصافي البنات حتى نرجعوا نتغدى ان شاء الله. وصافي المهم ها انتوا معايا البنات. سمحت واحد الباتيسري كتبغى برسويت، سا لقيته مازال ما خرج، ما عرفتش واش عندهم ولا لا. وصافي البنات صافي دابا انا وصلت. المهم البنات انا جيت للصالون ديال ميك اب مي، البنت اللي كنت كنمشي عندها سكينه كانت كدير الظفار، كان سميتها في الاول ويلي نسيت فراسكم نسيت السميه ويلي شي حاجه نايز نايز ما عقلتش والله ما عقلت. المهم راه جات حدا بيسين ديال الشينوا في لافيرود وتيسرعوا الظفار الظفار اي حاجه، كيراتين بروتين عند واحد السيده كتقطع الشعر واعر اي حاجه اي حاجه. وصافي
ايوا يا اختي، انا كنت بغيت زعما كنت كنهضر معكم، ولكن انا بنات خفتي دير لي كوبي رايت وما نحط لكمش الفيديو، حيت دابا يومين ما حطيتش، كنت نحط لا فيديو البارح، ولكن انا بنات يلاه جيت مع الطلاي يعني غنمونطي لكم وداكشي غادي نتعطل عليكم. شوفوا لي دابا قبل وبعد، صراحه الشعر مثلا واش نصايبو، ولكن اختي فاش كتصايبي كيجيني انا الشعر مصايب هو الميك اب صافي، فاش تصايبي كديري غير كريم ديال كاكاو شي بنيتات فريمون تيطيح لك واحد السر، ما يمكنش. المهم اللي ما غادي ندير تجهيزات العيد، غادي نتهلاو في بعضياتنا الناس اللي باقي نقاسنا اختي ناسينش كتسناي، بغيت نحفزكم بهاد لا فيديو، غندوز نهار مع بعضياتنا نتهلاو بعضياتنا نتهلاو فراسنا وداكشي. المهم هانتوما معايا وي البنات، انايا شحال هادي ما شربت قهوه، وكان خصني ضروري لانني فقت شويه بكري باش كنجبد الحليب الريم، وفاش تفيق تلقاني هكايا مساليه ونرد وداكشي باش نخلي لاختي الحليب الطبيعي، ما تبقيش نحمل رضاعه في الحليب ديال الفارماسيان، لا لا قطاسي لا اضطريت وصافي. البنات دابا انا عندي الحراق، قولي واش قطع شعري ولا لا، حيت هذاك الحرق ما كيخليش شعري طوال، قولي واش قطع شعري شي كاري زوينه. المهم كنت ديري هنا بغيت نوريكم السيده اللي عندها كريمه، هي اصلا بنتها متتبعه ديالي والله عمرها هضر ظريفه هي السيده، عرفتوا لا كوب خطيره، شو لا كوب كيفاش دايره وانفينيا، كلشي تصدم في الصالون غزاله ويديها سخيه، اللي بغات تقطع شعرها تجي الميك اب مي، راه عندها السيده خطيره في لامش في البروتين في التقطاع في لاسير في اي حاجه، فين ما حطيتي وعندها البنات واعرين، انا فاش كنقول لكم الحاجه واعره راه واعره، عندها البنات سكينه خطيره وسكينه خطيره في الشفار، تخيلوا يا بنات من 200 درهم ماكسيموم كاع 300 درهم قلبوا في قنيطره ولا لقيتهم بالثمن، والشفار تيبقى وعندها مدفنين، غير انا كنغسل وجهي بجد وداكشي تيطولوا معايا، ولكن زعما لاحظتوا عليهم كثر، عرفتوا ما نقولش لكم شحال كيصبروا، عندها كولا واعره وما زعما ما كتقصوش بزاف، كاين اللي كتقصو 3 سوايع 4 سوايع الا يديها خفيفه، هنا صافي كبدا ديالي كنصايب شعري مع عمري صايبت هذا الصايب هذا. المهم البنات، المهم البنات انا قلت لها صايبي ليا هكا لداخل، انا تقطيع البنات اللي كنت قطعتها شحال هذه بحال تقولوا داك راه ايفيلي، ولكن ماشي 100%، حيت قلت لها حاولي انك تحيدي ليا هكا لي بوينت، فريمون البنات راه ما يمكنش عندها تقطع خطير، شحال هذه البنات كنت قطعته وعاود قطعته غير راسي فهمتوا. المهم البنات عندها تصايب خطير لا سير اي حاجه، سولوا على كريمه راه فريمون البنات عندها داكشي غزال وعجبني عجبني راسي، فاش كتصايبوا الشعر راه كيعطيكم والله العظيم تيعطيكم بحال اللي ماكن وجهكم. ايوا يا البنات جات المرحله ديال الحرقوس، صراحه كنت صايب الحرقوس وير 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 بزاف فغيمون يا البنات، كتشد لكم فيه الوقت وكتعطيكم الخطر، راه فغيمون يديها زوينه بزاف تبارك الله، راه بروفيسيونيل. غادي ندير اختي الحرقوس هكا، فاش كندير الحرقوس نحس براسي اختي ما عرفت شنو درت كيعجبني ما كيعجبنيش عارف دابا تيعجبني نديرو مره عرفتي البنات. شوفوا خرجت النتيجه واعره 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 بزاف، اللي بغات تصايب الحرقوس تجي عندهم البنات، انا راه شوفوا متى تكون حاجه زوينه اختي راه كنبارطاجيها معكم وكنشكرها، اللي بغى اختي يقول شي حاجه اللي بغى يقول اشاره لي هذه الخدمه ديالي، ما الحاجه تستاهل راه اوكي، ما تستاهلش راه ما كنبينهاش، وانتم عارفين الكبده ديالي وهذا الشيء كتشهدوا به ديما، كتقولي رجوا اي حاجه كتهضري عليها ولا شي حاجه كناخذوها ولا كنجربوها من طرفك راه فريمون كتكون زوينه، وهذا الشيء اللي بغيت. رجعوا الفيديو كي كنتو كي وليت فريمون البنات، راه ما قلت لكم كديروا غير الشفر والحجبان صافي وكتصيبوا شعركم بحال ما عرفت شنو درتو شي ميكاب ثقيل ولا ما عرفت شنو، فريمون البنات جاو الشفر خطير، درت انا كات ايد ما يمكنش جاو واعرين، هنا ما ديوش ليا كاسه كنوريكم راسي نتوما بحال صحاباتي تنطلق معكم في الكاميرا، جاو مجبدين عرفتوا راه ما يمكنش، حمقوني الشفر كيعطيو للوجه واحد سميتو الحياه صافي كبدا ديال. بالنسبه للناس اللي بغاو يديروا بيديكور راه جابت هاد لامارك ديال ساشا، جربت الكريم ديالها ديال اليدين ما نقولش لكم كيخلي اليدين فنين.
انا هي البنات ما عرفتش علاش تنميك على يديا، انا تنتهلا في راسي كله، ولكن يديا دوك الكيليتيكولور ويلا ولا مبغات تخرج، المهم هذاك الشيء اللي تيكون في الجناب. المهم انتم عارفين اخواتي انا راه تنهضر معكم نيشان، هذاك البنات خاصو يتحيد فريمون، تيوليو يدين بيرو حالتهم عرفتي، تينقيوهم ليكم وداك الشيء. صراحه الصالون فاش تمشي الصالون هما تيعرفو ينقيو لك هذاك جلد الميت وداك الشيء اللي تيكون في الجناب، وما بغاش كاع هذا كاع ما بغات كاع تفكر لي السميه ديالو. المهم البنات انا غادي ندير واحد اللوين زوين، كنت باغا ندير واحد اللون استقط في لون اخر، وضفي راسي تبارك الله والله الا ولاو قويين ولاو زوينين. صافا صافا واحد 7/10 هذاك سميتو. صافي انا اختي كاع عجبني راسي، وكنوريكم شفيراتي وتنوريكم اختي راسي. انا كنت خرجت دايره غير لاكرون كيما قلت لكم، وشويه ديال البينيتان توني اختي عجبني راسي. شكون اللي بحالي فاش كتهلا في راسها كيعجبها الحال وتيعجبها راسها؟ انا اختي من داك النوع صراحه، كيعجبني نتهلا في راسي وكيطلع لي المورال. صافي هنا غادي نوريكم الضفيرات كي جاو جاو كيحمقوا، نسيت مصورتهم في الصالون وصورتهم لكم في الدار. جا الغوج كيسطي من امتى ما درت الغوج، الناس اللي كيبغوا الاحمر وكيخافوا منه غيديروه فريمون، تيرجع اليدين بيضين 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 بزاف بزاف، ما تقدروش تصوروا يعني كيرجع على اليدين هو عندك البوردو واحد الموف ناصح حتى هو. خرجت من الصالون وتنهضر معكم نيشان، وكنت باغا ندير واحد تنبقى نجي هكا مره في 15 على الاقل حتى نمشي ونوريكم اللوين. البنات كنت مولفه كناخذ من عند الهري، كنت كناخذ من عند الهري سميتو واحد، كنت كناخذ مايونيز. البنات كنت كناخذ من عند الهري مايونيز لوفيور، ولكن ما كانش عنده غير هذاك الزيت، ولكن هذاك البنات يبقى لاصق فيه بزاف فهمتوا. وصافي نمشي ناخذ مرجان. عرفتي البنات جاي المود ديال الجوع حق الله، لا ما عرفت. او شوفي البنات هذا جديد واقيلا لوبيا، ولا ساش داير بحال هذاك ديال نيوكس، نيوكس ولا نيوكس ما عقلتش. وي ساش شويه دير 160 درهم، الاخر ما شحال داير ما يكون واعر. البنات انا جيت هنايا عند هاد مول ميك اب، ها هو البنات هذاك اللي شفت في مرجان شفتوه، او مضبة كاميرا هنشوف لي ريفيرونس لي غادي ناخد. بنات جيت للدار الحمد لله دزت لبنت خالتي، جبت ليها واحد البنيتانت هو اللي دايره هي البنات دابا، عرفتو عجبني لحد الان فريمون حمقني لانه عكر لي الفم وعاد درتو في الظلام وداكشي، ودرت فيه الحميكات غنشوفو الا كان كيبقى وداكشي. راه غادي نبارطاجي معكم ديال جولدن رود، هي اللي خداته لقيت عنده غير ريفيرونس وحده، كنت بغيت ناخذو جوج، مي قال لي راه هاد لا ريفيرونس عندي زعما غير وحده، الا عجبك زعما نجيبو لك. صافي قلت خالتي خليني نديرو انا اذا كان تيثبت، لانني عندي الران ديال البنيتانتات بنيتانتات الا كان تيثبت ران ناخذو. قال لي ديك الساعه صيفط لي ميساج، المهم البنات شوفوا شعري صايبته هكا، ما عمرني صايبته هكا، تيبان هكا في الفوليوم بحال اللي تقريبا ماشي تصايب 100%، خلات لي فيها هكا الفوليوم فهمتوا. فريمون عرفتوا لي كوبان دوارين ماماش داك الشيء واعر، عندها بنت تما هي كريمه خطيره. شوفوا يا البنات ما درت لي لا سيغوم لا شي حاجه، شفتوا فريمون عجبني كلها هكا صايبي ديال مخربق جا زوين بزاف. وصافي لبست البنات جيت للدار ولبست، شوفوا الضفار فنين، المهم ديجا راكم شفتوهم واعرين في الحمر. بوك شو غندير الحمر، مي شحال هادي ما درت الحمر، غزال غزال الحمر، درت واحد القليبات من مرة ديجا تكون شفتهم. بس هاد اللعيبه هادي نورمالمون البنات هادي راه ديال الخروج هكايا، هانتوما تيشيرت هكايا طويله، مي انا ما قدرتش نلبسها لان فايت الركبه. تيشيرت هكايا طويله تتلبسيها مع كلاكيطه تمشي بيها للبحر، تخرجي بيها هكايا ماشي صنيديره، غادي ديري كافي غادي هكا تقداي فريمون فنه مريحه. وما نقولش لكم البنات بينت لي لاطايره، مايمكنش مايمكنش هكا بينت لي لاطاي. وصافي بدات ديالي هادشي اللي كاين، وحمقني لي ديطاي اللي فيها هنايا في يديا جات واعره واعره، اللي كيخرجوا بهاد السيف فريمون زوينين. هادي كنت خديتها ب 30 درهم يمكن ديجا بارطاجيتها معاكم، فريمون غزاله. غادي نوريكم اشنو خديت في واحد الباتيسري، خديت هاد اوبس باتيسري حلوه ديال لاكريم، وخديت هاد اللعيبه هادي فوتي. الا كان هادشي عندها زوينه نبقى فيما مشيت السكينه ناخد. انا كنموت على حبه الكركاع، وقالت لي هادي راه ديال الكركاع، الا كانت زوينه غناخد 15 درهم، وهادي 3 دراهم. هانتوما شوف شفتو ياكم. وخديت هاد البنات هادي اللي داير بوم في تيك توك، ها هي ديال سيكريت واقيله بلو سيكريت، مسك الطهاره معطر ومبيض. المهم هادي البنات هي شميتها فيها لا بودغ زعما بودغي، ولكن فيها واحد الريحه يعني انا خديتها غير بالزربه، اما كون سميتو ما ناخذهاش فنه وداك الشيء، غير ما خديناش بودغي زايدين فيها واحد الريحه، ولكن زوينه اذا كانت تتبقى ولا شحال نقولها لكم. زوينه يا البنات زوينه، فيها لا بودغ هي زايدين فيها واحد الريحه
انتم. ولكن هذه ماشي شي حاجه نعاود نشريها، ولكن الا كنتو كيعجبكم روح بودري بودري بحالي خدوها زويونه وكلشي، غير هي ما خليناش بودري وحده فهمتوا، ولكن زويونه زويونه البنات. واش كتبقاو لا ما عرفتش. خديت البنات واحد الحلوه ديال التمر واحد الباتيسير بغيت نجربو، تعطيني 10 دراهم يا البنات صافا، ما مقوين فيها لاباط اكثر من التمر. هادشي باش انا نعطيكم هاد الفكره، فاش مشيو للباتيسري حمقني بنيت، شوفوا كيفاش عكر الفوم بحال اللي دايره سوي كلاص بحال دايره كلاصاج، جو بونس غادي ناخذو فريمون. ما يمكنش ما يمكنش كيفاش مبين الحنيكات والفوم معكرو ديال بصح بنيتان تيبقى هنا مبرقع. هذا لا انا ديجا كندير بنيتان داكشي باش كاين ناس برقع هنا عرفتو معكر الفوم بحال كلاصاج. قلت لكم البنات هذه زوينه، ولكن اختي دايرن دايرن لاباط هذه اش كيقولوا لها، المهم دايرن لاباط كثر من الحشوه فهمتوا، وشويه قاصحه اللي كدير ماما خطيره. خديت المايونيز انا كناخذو من عند الهري ب 25 درهم ولا 28 درهم، تخيلوا ب 34 درهم في مارجان ماركت، تخيلوا شحال زايدين فيه بزاف. ولكن اضطريت هنايا شنو عندي 100 درهم بانت لي عندها حلوه اللوز رخيصه واخا 140 درهم، قلت غادي نجربها ثلاثه هي عبر ليا غير جوج، انا تخيلت علمتها من اختي ما كنتش عارفه، الا عجباتك كترجعي ليها. نضفي صعبه ما بياش كل صراحه ما عجبتنيش بزاف. اول حاجه ناقصه من السكر باسله، تقدروا تقولوا لي مزيانه رجوه تكون باسله. ثاني حاجه ما كتنسميش نهائيا الكعبه اللوز، واش عجبني انا حلوه اللوز تكون هكا عاطيه. سيهان جاب ليها منصور واحد الرابع وقال ما عادش نص كيلو من قبيله، قلت لها خطيره انا قبيله ما طاحت عليا يعني كتبقاي تنضغي تنضغي كيفاش ما ضغط اللوز نهائيا ماعجبنيش. خديت البنات لاباط عندهم هاد لاباط ديال بيتزا مويان، ريحته فني البنات قوي فاز عصا شويه، وكانت تتبان بحال ديال ماما. المهم هاد جوج ب 10 دراهم هي كل وحده مويان. هانتوما انا صراحه انا يعجبني ندير سمحوا لي كيعجبني ندير لاباط ديال بيتزا في الدار، مي بغيت نجربها الا كانت عجبتني هكا التحنسيره زعما الا ما درتش شي حاجه ناخذها مره اخرى. حمقني بنيتان وبحال دايره كلاصاج هكا ها الا بقى زعما راه او هنا خديت خبيزه ديال السميده وما كليتش شي حاجه في الزنقه، بغيت اختي ناكل شي حاجه في الزنقه وصافي بدات ديالي هادشي اللي خديت تمنى نكون نسيت والو، هادشي اللي خديت هادشي اللي خديت الحمد لله اني نضغت هادي غير بختي شي نص كيلو لهذا العيد وصدقات مزوينه فريمون. تتبقاي تنضغي ما تتمطقيش اللوز شويه شي جميع خشبت اللوز انا من السما. المهم حبس لا فيديو هنا هي هذيك كملنا مع بعضياتنا راه هي هذيك، ما تنساوش لايك اللي مازال ما دارتش لايك. شوفي اختي اللي مالي في شعرك فاش كتهري في راسك كتقدي تفي راسك كتقدي تشفر كتمشي للصالون اون جينيرال، ولا كتهري في راسك عندك شو تهري في راسك في الدار كتحسي واحد الاحساس زوين بزاف فريمون والله. شوفوا لي البنات شفار راه ما يمكنش 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 شوفوا وينات يا اختي ما شاء الله، هادو عينيا يا البنات ها ما كاين لا فلتر لا والو، كتقولي يا رجوه راه عينك زوينه. انا عينيا اسلي بارد فيهم واحد الكونتور في الخزي مع خضر بارد وفي البحر تيتلونوا، انا اختي تحت يجون عيني راه انا مثل الحشمش تنبقى ندير لي لونتي. شوف شوف اللمعه اللي في شعري شتو اش كندير لي الماسك وداكشي ديال بياض راه النتيجه كتكون واعره. حتى لهنا غادي نكون ساليت لا فيديو، كان هذا هو النهير ديالي باش نصلينا في راسنا ونوضي سنتي اختي تهلاي في راسك واخا غير في الدار صافي. صايبت بيتزا ديك بيتزا البنات اللي خديتها من باتيسري صدقات واعره دايره بحال ديال الدار زوينه مفشفشه ما مدقسه ما والو، نسيت البنات ما زديتهاش نوريها لكم وخليتها هي البنات ذكريه راه ما نقولش لكم. يلاه كبيده ديالي باي باي، نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي كنبغيكم بزاف.